الحمله الشعبيه اللي انتوا عاملينها لحل المشكله والمشروع الاقتصادي الكبير اللي ممكن تشاهده في دول الهود مع مساهمين من عدة دول، وده شيء هيعود بالفائده على جميع الدول المشاركه فيه، وبتحرك شعبي نتيجه لان احنا شايفين ان ما عندناش حكومه بتتحرك من يوم ما قامت الثوره لحد النهارده، ناهيك عن الثوره يعني. واخد بالك؟ فطبعا هو تشكره عليه تماما. لكن انا كل الموضوع الموجود عندي هنا معروف لدى كل المتخصصين دول. هيك معايا حضرتك؟ معروف لدى كل المتخصصين ومقدمينه بخرائط مساحيه دقيقه. مظبوط رائع وتشكره عليه. اه في ايه ما بيوصلش؟ لا هو ما بيوصلش ليه؟ لان احنا ما عندناش وعي بقضيه المياه. احنا ما عندناش وعي بقضيه المياه غير ما عملوا الاجتماع السري المذاع في التلفزيون. بس لما اتعمل الاجتماع السري دوت بدات الناس تحس بايه؟ بموضوع مشكله المياه. زي بالظبط انا حكيت لك في ازمه بتاعت احمد دهالي دي، ما كانش عندنا ميه. القرى المدفونه ظهرت وانا شفتها بنفسي. واخد بالك؟ ولا نعرف حد. اللي هي عمر ليه خطورة الأسد بالنهضة إن 85% من منطقة حضرتك نصبت على الحضارة الأسدية؟ الخطورة بقى بتاع أسد النهضة جاية من الناس اللي أنت يعني لا 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 اتفضل هو الخطورة بتاع أسد النهضة لحد بس لا ماشي بس لا لا لحد بس ما نجيله الخطورة بتاعته فقط بتتمثل في الفترة التي سيتم استخدامها لملء الجزيرة على افتراض ان كافة المعطيات الهندسية صحيحة وسليمة. فيما عدا ذلك انا رأيي الشخصي لن يستفيد. طب يا دكتور اثيوبيا بتعمل استاد ده الهدف منه مش للزراعة، الهدف منه توليد كهرباء. طب ما هي عندها اساسا اندفاع الجبال اللي بتنزل منه الامطار دي، هي ممكن تعمل فكره تانية غير السد تولد بيها الكهرباء. طبعا هنقترح لها. لو كان فيها طبعا هنقترح لها. طب احنا هنقترح بعد ما هي طبعا لا ما هو ما فيش بديل، هو بالنسبه له ده افضل بالنسبه له ده افضل مكان. هي موسميه برضه يعني هي ثلاث سنين دي وعاوزه دوام استمرار الكهرباء على مدار العالم. هو لازم يعمل قناه صناعيه وخد بالك يحسب الميه ويبدا على اسطول السلسله. يخليها قريبه من الاندفاع الميه بدل ما يخليها حاجز للميه عن بقيه الدول. بتنزل ثلاث شهور بس اصلا نبقى كمان خلونا نفتح الموضوع وانا لكن على الاقل نساهم مش مشكله حضرتك. بنتخيل بيقول ان اثيوبيا بيسقط عليها ده من ضمن اللي احنا بنهرج فيه. عندها نصيبها من المياه النيل مش عارف كم مليار متر مكعب. احنا طبعا كدابين. هي اللي بتقول هي بتقول ان انا عندي الميه بتكفي زراعه، هي عامله السد الهدف من توليد كهرباء. بنقول ان هي بتقول ان هي نصيبها من المياه قد كده، بنقول احنا كدابين. ليه؟ صحيح ان هذه المياه بتسقط عليها لكنها بعد ثلاث اشهر بتبص ومفيش حاجه. النيل لازم ده بيفضل. في كل هذه المليارات اللي احنا بنتكلم عنها وبنقول اثيوبيا غرقانه. خلي بالكوا بس بالهداوه، وده الكلام ده كله اتفضحت اموره في مؤتمر لندن بعد المشكله اللي عملها السادات وقال هيبيع الميه لاسرائيل، واتعمل المؤتمر في لندن وراح الوفد الاثيوبي كله كل الخبراء اللي فيه خبراء انجليز اللي هم افضل ناس يعرفوا دقائق نهر النيل وخرايطه ويعرفوا اوضاعه وكشف كل الاوراق. ما ينفعش هنا ان احنا نضحك على بعض، ما ينفعش على المستوى العالمي. كويس؟ لا المشكله بتاعت اثيوبيا يا اخوانا تتلخص في الاتي. احنا بنقول ان هي عندها مصادر ميه كتير وانهار اخرى صغيره كتير، ده صحيح. متتجه جنوبا ده صحيح. متتجه جنوب شرق ده صحيح.
انهار صغيره كويس ومنتجات صغيره، كل ده صحيح. لكن ده كل ده فين؟ ده كل ده في السهل الاثيوبي. الاثيوبيين في المنطقه اللي هم بيعيشوا فيها على ارتفاع 900 متر مش اقل من كده. انتوا هم عايزين يعيشوا فوق، انت عايز تعيشهم تحت، تحت الحياه لا تطاق من حيث الحر، من حيث الجو العام. هم كبشر عيشته المجتمع الاثيوبي كله على هذا الارتفاع، على ارتفاع كيلو تقريبا فوق سطح البحر، وبالتالي عايزين يزرعوا بردك فوق في التراب. ما عندهمش كهرباء عشان يعملوا مكيفات ولا يعملوا مراوح. فالناس دي تاريخيا، تاريخيا الاف السنين اقلمت حياتها على انها تعيش على ارتفاع كيلو فوق سطح البحر. في حاجات اجتماعيه وثقافيه صغيره احنا مش واعيين لها، لازم نكون فاهمينها. احنا بنقول لهم لا، انزلوا تحت، انزلوا زرعوا تحت عند الميه. هم عندهم ميه تحت اه، وعندهم ارض تحت اه، لكن انت عايز تجبريهم على ان هم ينزلوا يزرعوا الارض اللي هي في المنطقه الحاره اللي الحياه فيها صعبه. ودي ارضهم ودي ارضهم، وهم عايزين يبداوا بالزراعه الايه؟ المرتفعه. وطبيعي طبيعي لما نيجي ندرس اقتصاديات الاراضي بنقول ان احنا بنزرع الارض الاكثر قصبا رطوبة والاقرب الى السوق او الاقرب الى المجتمع المعيشي. ما هم ما عملوش حاجه غريبه. لو احنا كنا مكانهم هنعمل كده. لو احنا كنا مكانهم كنا راح نعمل كده. احنا سايبين كل الهضبه الغربيه والهضبه الشرقيه، بس بنركز على الغربيه اكثر، على الغربيه اكثر. بدل ما نعمل عليها المدن ونصف من فوق، وحتى الجو فيها كويس ما تعملش الا في المنيا بس، واللي يروح للمنيا الحقيقه انا بحيه مبسوط جدا بالتجربه اللي اتعملت هناك. عايزين نعمل له التوسع في مليون مشروع، تتعمر كل الهضبه دهية وتتعمل النهارده وسائل للبناء الحديث، بحيث ان هي تحافظ على الهضبه والسقف بتاعها مناطق السكنه، وتحت منها مناطق للاستخدامات الصناعيه والزراعيه والخلافه. احنا لو عندنا ناس بتفكر على المستوى الاستراتيجي اي بعيد المدى، بدل الخبراء اللي بيطلعوا لنا كل شويه خدوا الاستراتيجي يقول لنا الكلام الفارغ اللي بيطلعنا. احنا سايبين ده تمام. الاثيوبيين ماشوا صح، عندهم حته تراوة، عايز تعيشهم في الحر ليه؟ مش زيهم في التراوة يعني. الله بس يعني بس لا مغرب يا دكتور، يعني ده انا متهيألي ان دي اكثر خطوبه لان بيترسخ فيها. يا ستي ده من وجهه نظرك انت، دي حاجه تخصك، ما تقدريش تفرضي الكلام ده على الدول الثانيه. ما تقدريش يعني لو جه واحد من اثيوبيا قال لك ما تشكى الخصوبه بتاعتها اعلى من وادي الدلتا، فرضا على افترض كده جدلا. يا واحد يا